شهد مساء أمس رئيس حزب النصر الدكتور محمد النظيف يوسف الإفطار الجماعي الذي نظمه الحزب لمناضليه. المناسبة جرت بمقر الحزب الكائن بحي أمر جيبة بالدائرة الخامسة بحضور عمدة الدائرة محمد صالح موسى محمود موسى الفيل. من أجل تقوية العلاقات وتعزيز سبل التواصل بين أعضاء حزب النصر ومناضليه، فقد نظم الحزب إفطار الصائم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي يعد من أفضل الشهور وأعظمها، وتدخل هذه الأعمال الخيرية ضمن الأنشطة والبرامج التي يسعى إليها الحزب لتحقيقها بغية تلمي شمل جميع أعضاء الحزب. عدة كلمات تخللت الإفطار، من بينها كلمة الدكتور حامد هارون محمد رئيس المجلس الوطني بالحزب، الذي قال إن مثل هذه الجلسات الرمضانية تقوي الرابط الإيماني بين العبد وربه من ناحية، وبين المسلمين من ناحية أخرى. والقصد منها كما قلت هو ائتلاف قلوب المجتمع الإنساني الشادي، ففي هذه الظروف التي نحن فيه في حاجة ماسة إلى هذا الائتلاف، ولذلك اللقاءات هذه تؤلف من قلوب الناس وتعارفهم، والتعارف فيه فائدة كبرى، إذ بفضل هذا الشهر العظيم يدرك المسلم كفاف العيش عند أخيه المسلم الذي لا يستطيع توفير قوت يومه. وبهذه المناسبة ينبغي لجميع المسلمين أن يبادروا بفعل الخير من جانب، والوقوف مع الفقراء والمساكين من جانب آخر، لأجل كسب الأجور ومضاعفتها في هذا الشهر المعظم.